الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج ترند. حلقه النهارده بالتاكيد هنشوف فيها المستجدات ونتابع الاحداث الرياضيه خلال الفتره القادمه. عندنا مباراه التتويج ان شاء الله يوم السبت القادم من طلائع الجيش، فاينل دوري ابطال افريقيا في نهايه الاسبوع القادم، فبالتالي عندنا تفاصيل كثيره وموضوعات مهمه جدا بالتاكيد بتهم في المقام الاول جماهير النادي الاهلي في كل مكان. لكن سريعا نبدا بسؤال حلقه النهارده، والكل يدخل يشارك في الاجابه على هذا السؤال، ونستعرض الفقره الاخيره مشاركتكم في الاجابه على هذا السؤال. توقعاتكم للطرف الثاني اللي هيكون في المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا، وهيكون مواجه للنادي الاهلي في نهائي دوري الابطال، مين ممكن يكون طرف المباراة النهائية، الزمالك أم نادي الرجاء المغربي؟ شاركونا في الإجابة على هذا السؤال عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. والفقرة الأخيرة هنعرض أكبر قدر من مشاركات الجماهير في برنامج الترند. لكن نبدأ حلقة النهاردة بأهم الترندات وثلاثة عناوين مهمة جدا بالنسبة للمرحلة اللي جاية. نبدأ في ترند الأهلي. الفريق الأول يواصل استعداداته لمباراة الاحتفال بالدوري. كمان في ترند الأهلي، كاف اتحاد الكرة المصري يطلب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا. في الترند العالمي، الليلة مباراة مرتقبة بين يوفنتوس وبرشلونة في غياب رونالدو. مباريات اليوم النهاردة، في عدد من المباريات في دوري أبطال أوروبا، يمكن في مباراتين الساعة 8 إلى 5 وست مباريات في الساعة 10 مساءً. أول المباراة مباراة كراسنودار مع تشيلسي، والمباراة الثانية أيضا الساعة 8 إلى 5 باشك شهير مع باريس سان جيرمان. لكن الساعة 10 في ست مباريات، إشبيلية هيلاعب برين، فرانك فروزي هيلعب مع دينامو كييف، يوفي مع برشلونة مباراة قوية جدا ومن أكبر وأهم المباريات في دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج مع لوتسيو، بروسيا دورتموند مع زينيت سان بطرسبرغ، مانشستر يونايتد في الختام مع لايبزيج الالماني. مباريات قويه ومثيره وبالتاكيد هتحظى باهتمام كبير جدا من محبي كره القدم الاوروبيه والعالميه. لكن سريعا اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل اوعي تروحوا في اي حته، لان عندنا كلام مهم جدا في ترند الترند، واكيد تفاصيل مهمه متعلقه بالخطوات اللي جايه في دوري ابطال افريقيا. كل ده ولكن بعد الفاصل.